أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا شك في نية الوضوء أو الصلاة فهل يعيدهما؟ إن كان هذا من باب الوسواس فلا يلتفت إليه، وأما إذا كان أنه ما عنده وسواس وشك في، لكن يا أخي قيامه للصلاة، وضوءه، مجيئه للمسجد، وقيامه في الصف، هذا هو النية. هيب أني شيء شافه يدخل معه المسجد لا، النية في القلب، عمل في القلب، محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. فإذا جاء يمشي متوضئا ووقف في الصف فهذه نية، هذه نيته. نعم.